مواطن سعودي جلس تقريبا يا جماعة الخير 5 سنوات ما وصلته فاتورة الكهرباء، وبعد فترة بعد ال5 سنوات راح يراجع شركة الكهرباء وجاهم قال لهم يا جماعة الخير أنا ما يجيني لأن لي 5 سنوات ما تجيني فاتورة الكهرباء، عطنا سجلك. عطوهم السجل، عطوا ما راح، ما حصلوا شيء. بعد شوي اكتشفوا إنه هو نفس الشخص ذا سددون عنه الأوقاف، وزارة الأوقاف تسدد عنه، فراح لوزارة الأوقاف ويوم جاء عند وزارة الأوقاف قال أنتم تسددون عني وأنا ما أدري وش السالفة. طلع اسمه يا جماعة الخير جامع، اسمه جامع ابن فلان الفلاني. شلون؟ ما قالوا طلع اسمه جامع والأوقاف تسدد عنه. يعني صراحة 5 سنوات ما جت فاتورة الكهرب ولا سددها ولا شيء. بعدين خلاهم يحولون الكهرب عليه، قال أنا اسمي جامع بن فلان الفلاني، وشالوا عنه الفاتورة وخلاص، وهو الآن يسدد. صراحة هذا اللي يقول لك على نياتهم يرزقون، أي على نياتهم والله ما قصر، راح وبلغهم وشالوا. أنا أقول على أسماءكم ترزقون، على أسماءكم ترزقون. اكتبونا بالكومنتات نفيد ونستفيد.